عزول ايت ما اسمع معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. نتمنى تكونوا بالف خير وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. شوفوا كاين شي بنات راهم يقولوا لي بلي دهيا ما راكش قاعد تجمعي معنا كيما بكري وما راكش ديري لنا فيديوهات تفكر بصوت عالي. على بها اليوم قلت نجي ندير فيديو شلون نجمعوا فيها مع بعض وقعد نحكي لكم صوالح صراولي. وحده من هاد الصوالح صراولي هما شغل بغيت نشارك معكم اغرب رسائل ولا اغرب مكالمات وصلتني. زعما فريمون صوالح بيزار راح تنخلعو اكثر من اللي انا خلعت رانا نعانو. المهم قبل ما نبدا نحكي لكم على هاد المكالمات الغريبه اللي تلقيتها حبيت برك افكركم حاجه البنات. شوفوا انا كنت غايبه فتره طويله ومن بعد كي نجيت واش درت لكم فيديو تاع برودوي دو لوكس سيروم ايدغاتون اللي حكيت لكم عليه. هذاك الفيديو بروحه هو فكر بصوت عالي. تماك شاركت معكم الاحاسيس تاوعي، شاركت معكم التجربه تاعي كيف حتى صنعت المنتج، شاركت معكم بزاف بزاف صوالح من حياتي الخاصه. كشغل ما كاش غير فيديو هكا باش نلونسي منتج وشايفين كيفاه، ما كاش مجرد فيديو باش نلونسي منتج برك. يعني هذاك الفيديو في حد ذاته كافيه بزاف فكر بصوت عالي، بزاف صوالح شاركته في حياتي معكم. حاجه اخرى الفيديو اللي درته من موراه كان يحكي على الجامعه ليسي ثانويه، زعما قعدت نصح فيكم شو مال المكياج اللي ديريه وانت ما ديريش مكياج وانت ما ديريش مكياج. هذاك ديجا في دقيقه تفكر بصوت عالي. شوفوا البنات ولا الاولاد لا ما تشوفوا فيا ذلك، مش كل مره لازم اوبليجي عليا نكتب لكم بلي هذا فيديو فكر بصوت عالي. انا كل مره نطلق لكم صوالح ما بين السطور ولا كل مره راني نشارك معكم هكا، مش مشروط ندير لكم فيديو في 5 دقائق ولا 20 دقيقه وانا غير نهضر وغير نحكي لكم. بس حتى هو لا راني ندير لكم خاطركم وغادي نحكي لكم اليوم على اغرب مكالمات تلقيتها في حياتي. المكالمه الاولى هي شوفوا البنات كاين بزاف شيلات يقولوا لي دي هي وانت راكي باغي تكوني اونسانت يعني تكوني حامل، قولي لنا يعني ديك الفتره اللي تبغى ديري فيها محاولات باش هكا شغل نكونوا كاع حامل في نفس الوقت ونجيبوا ولاد في نفس الوقت وزعما نسموهم اسم واحد. كشغل هادي بالكم شويه بيزار بصح نورمال، كشغل هادي اتس كيوت هكا نحبوا بعضانا يحبوني نحبهم. راكم شايفين كيفاه. بصح شهوالا اغرب مكالمه تلقيتها هي انه وحده كشغل عيطت لي قالت لي دي هي شوفي قالت لي انا نحبك بزاف ومنا ومنا ومنا. قلت لها انا ثاني نحبك صافي بليزير عيطي لي. قالت لي شوفي دي هي نهار اللي تبغي تولي اونسيت يعني تولي حامل خبريني. اي شو انا نحشمك شو ما جاياش ديجا نتشاد رو التليفون نقول لك حبيبتي راني باغي نولي اونسيت ما جاياش. اي شو انا قاعد نضحك قاعد حشمانه هكا قاعد نضحك. ومن بعد كي مازال راني جايتكم ماشي هذه هي الحاجه اللي بيزا مش هذه حاجه اللي غريبه، اللي غريبه راهي جايه. كشغل راني حشمانه منكم مانيش عارفه كيفاش نقولها لكم، كشغل مانيش عارفه كيفاش نوصل لكم الهضره اللي قالتها لي. كشغل قالت لي كي انت يا وراجلك تبغوا تمارسوا العلاقه الجنسيه ولا العلاقه الحميميه رفدي التليفون عيطي لي باش انا تاني انا وراجلي نروحوا نمارسوا. اي ربي مانيش مامنه بلي راني نقول كيما هكا في الفيديو هذا. شعبانكم شغل قاعد مخلوعه حطي روحك انتيا في بلاستي كشغل انتما ديري شغل انتيا انتما ديري حاجه مع راجلك اوبليجي تعيطي لشيره كيما هكا ولا شعل الشيره تقول لهم البنات وجدوا روحكم. البنات وجدوا روحكم انا راجلي رانا ناويين منا على 10 دقائق ما جاياش فري ما جاياش. المهم المكالمة الزاولة شوفوا عباكم هاد المكالمات قاعد تلقاتهم في اخر فترة يعني وفي واحد الشهرين توالا كيما هكا. المكالمة الزوجة اللي فريمون شغل ماشي غير خلعتني شغل شغل راك منيتك خويا راك عارفة راك شراك تقول. المكالمة الزوجة شغل عيطت على 6 تاع الصباح واحد اي قال لي الو دي هي انا شغل كنت نحسن قلت له الو شكون شكون معايا. قال لي دي هي حمبوكي عبالي نوضتك الصباح بكري بصح حمبوكي غادي نقول لك حاجه ما تكوبيش عليا وما تزحفيش مني وفريمون حمبوك غادي يحاول فيا. انا ديجا راني نحسن اخويا ديجا راهي 6 تاع الصباح وانا اصلا مور 6 تاع العشيه ما استقبلش مكالمات. على فكره هادو المكالمات كاع اللي جاوني في الرقم اللي نخليه لكم هنايا اللي ديروا فيه الطلب على المنتوجات تاعي خاطرش
خطرات انا نحكم الهاتف وخطرات اللي نعطيه لبناتي يحكموه. زعما صادير بونتوما وزهركم دي فوا تعيطوا تحكموني انا، دي فوا تعيطوا تخرج فيكم خدمه الزبائن. المهم كشغل شوفوا باش ندير لكم مقدمه باش تفهموا، كاين شي ناس عندهم الفانتازم تاعهم انهم يحبوا يكونوا دي زيسكلاف، يحبوا يكونوا عبيد، يحبوا واحد يضربهم، يحبوا واحد يعايرهم، يحبوا واحد يستعبدهم يديرهم اسكلاف عنده، عبد عنده، هما يحبوا كيما هكا. شغل هذاك هو الفانتازم تاعهم. باه انا هاد الناس ما كما دخلني فيهم ولا علاقه ليا بهم. المهم كشغل هذا وكشغل هاد الانسان اللي عيط لي واحد من هذوك الناس، عيط لي الساعه الصباح ويحاول فيه بلي حنبوك 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 يدي هي راني باغيك تبعتي لي تصويره تاع رجليك باش نعبدهم. تخيلي روحك في بلاصتي حبيبتي. عباك داك انا راني ديجا نايضه من الرقاد وراني مازال ما صحيتش وعندك الزابي جربت عليك وانا رفت قلت لك شغل وتبارك شي حاجه ايرجو شي واحد من لافامي تاعي عيط لي ولا شغل ديجا نايضه دايخه مع باليش كاع بالدنيا اش راه صاري فيها. يقول لك واحد اختير لي التصويره تاع رجليك باش نروح نعبدهم على 6 تاع الصباح. ما باليش عليها غير انا اللي صراولي هاد لي كابيزار كشغل مانيش عارفه مانيش فاهمه كشغل علاه انا علاش انا بديت. الحاله الثالثه اللي فريمون بيزار بزاف على بها خليتها لكم التالي كشغل واحد هادي ماشي مكالمه هاتفيه وانما بعث لي في الايميل تاعي قال لي دي هي راني نهضر معاك من نيتي وما تحسبينيش بلي راني نزعق، راني باغي نشري الملابس الداخليه تاعك وباي ثمن راكي باغياته، بعثي لي سي سي بي تاعك نبعثهم لك بعثيهم لي في لابوست وقاعد يحكي لي ومن نيت السيد يهضر. شغل انا شغل درت بوز مع روحي شغل هذا قال لي دي هي انا باغي نشري ملابس داخليه تاعك، شغل حاجه الاولى واش راح دير بيها؟ واش راح دير ملابس داخليه تاعي شغل واش راح دير بيهم؟ حاجه زوج هيك شغل من نيتك شغل من نيتك شو ما جاياش عيب حشومه ما جاياش شغل. المهم هادو هما كانوا ثلاث اكثر ثلاث صوالح غريب بيزار غريبه تعرضت لها في شهرين طويلة. ما حبيتش نشوفو مكان بزاف صوالح، ما تاملوش عقلكم كاين بزاف صوالح حتى نحشم نحكيهم لكم ما عنديش كوراج نحكيهم لكم. ديجا هادو راني نحكي لكم فيهم وفريمون حشمانه شغل اني فريمون حشمانه البنات. المهم الى عجبكم هاد النوع تاع الفيديوهات اني شارك معاكم شمال صوالح غريبه بيزار نتلقاها رسائل ولا مكالمات هاتفيه قولوا لي تحت في التعليقات باش نجي وندير لكم فيديوهات عليها ونحكي لكم ونشاركها معاكم. وقولوا لي اسكو عجبكم هذا الفيديو. حاجه اخرى راني حباتك تقولي لي شايله اكثر مكالمه في هذو ثلاث مكالمات ولا في هذو ثلاث حالات شايله اكثر حاله يعني جاتك غريبه وتشوكيتي منها كون جيتي انت في بلاصتي. سي بون الفيديو راه كمل. قبل ما نروح نحب نقول لكم باللي البنات الفيديو شاش الفيديو الجاي ان شاء الله بربي راح نحكي لكم على العقده تاع عقده التسمين، راح نحكي لكم على عقده التسمين اللي بزاف بنات طلبوها مني اللي حبوا يربوا راكم شايفين كيفاه بلا ما نقول لكم باع راكم بيناتنا كشغل كود هذا راكم فاهمينه. عقدة التسمين او ميم طون اللي فيها وفي نفس الوقت اللي فيها فقر الدم ولا تكون اونسيت وتكون فيبل. المهم هذه العقده فيها بزاف صوالح ما درتها لكمش هذا الفيديو، كنت نورمالمون نديرها في هذا الفيديو نورمالمون هذا الفيديو ندير لكم نحكي لكم على هذه العقده بصح شهوا لك شغل حبيت نجي هنايا اليوم نجمع معاكم نديرو شغل قصراك شغل نشربو قهوه مع بعض وقاعدين نحكو. المهم المهم الفيديو الجاي راح ندير لكم راح ندير لكم كسمو راح نحكي لكم على العقده هذه ولا حسب تعرفوا بلي رانا نخدمو هاد لي كونتيتي محدوده كميه محدوده ويا ريت ديري الطلب تاعك قبل ما تكمل. المهم نحبكم بزاف تهلاو لي في روحكم وما تنساش تحت ايه قبل ما نروح قبل ما نروح قارو 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 قبل ما نروح البنات عبالي بلي نتوما تاني صاصبو كاش نهار تجيكم مكالمه بيزار ولا كتبوا لي تحت نتوما تاني واش هما المكالمات الغريبه اللي وصلتك ولا كاش الميساج وصلك هكا رساله بيزار وصلتك. خلينا نقرجوا شويه على بعضنا خلينا نضحكوا شويه مع بعض. فوالا هذه هي قصه اللي حبيت نحكي لك نقولها لكم في هذا الفيديو تاع اليوم حبيت نجمع معاكم شويه نقول لكم نحبكم تهلاو في روحكم ما تنساش ديري لايك لهذا الفيديو وما تنساش تشتركي في القناه اذا كنت جديده معنا وما تنساوش تابعوا الفيديو الجاي خاطرش راح نحكي لكم على العقده تاع التسمين اللي هبلوني عليها. باي باي.